يعني حدثت هنالك مشاكل بالقرب في صلاح الدين وايضا في ديالا وكركوك لعناصر تنظيم داعش الارهابي، وكان اخرها يوم امس يوم الاثنين حيث حدث هجوم ارهابي على الحج شمر الحج العشائري الموجود في هذه المناطق، راح ضحيته اثنان من العناصر الموجودين ضمن اللواء 57 التابع للحج الشعبي، وايضا كانت هنالك بيان لوزاره الدفاع العراقيه حول هذا الاعتداء الذي طال مجموعة من العناصر الذين كانوا منتشرين في نقاط تابعة للحشد الشعبي وأيضا تابعة لوزارة الدفاع العراقية. بعد ذلك صدر بيان أيضا من وزارة الدفاع ب يعني قيام الطيران العراقي بتمشيط المنطقة وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في هذه المناطق. يعني بين الحين والآخر تحدث هنالك عمليات إرهابية لتنظيم داعش، وخاصة هذه العمليات تحدث في الليل، وأيضا يعني من ضمن الحصيلة التي حدثت يوم أمس هو يعني تخريب الكاميرات الحقيقية الموجودة ضمن هذا القطاع التابع للحج الشعبي وأيضا لوزارة الدفاع. أستاذ سيف الدين، لماذا يركز تنظيم داعش أو عناصر تنظيم داعش في الفترة الأخيرة هجماتهم في محافظة صلاح الدين؟ يعني باعتبار أن هذه المحافظات محافظة صلاح الدين وأيضا محافظة كركوك وكذلك محافظة ديالى هي من المحافظات المفتوحة التي تمتلك مساحات كبيرة، مساحات صحراوية كبيرة ومفتوحة على يعني الأنبار وصلاح الدين وأيضا حتى على شمال العراق وعلى العاصمة بغداد، لذلك يركز تنظيم داعش على استهداف هذه المناطق ويحاول الوصول إلى وسط العراق وأيضا يحاول الوصول أيضا إلى المناطق التي كان هو قبل المسيطر عليها وتم فقدانها من خلال تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي. سيف الدين، هل يمكن القول أن الحملات الأمنية المتكررة التي قامت بها قوات الأمن العراقية لم تسفر إلى الآن إلى القضاء نهائيا على هذه الخلايا أو هذه العناصر؟ يعني مبدئيا خلال عمليات تحرير العراق من تنظيم داعش كانت هنالك عمليات عسكرية كبيرة، وأيضا تم إعلان أن العراق خالي من تنظيم داعش، لكن في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة هنالك عمليات عسكرية بين الحين والآخر لخلايا نائمة موجودة في هذه المناطق، وأيضا يعني متابعة هذه الخلايا من قبل الجهد الاستخباراتي لوزارة الدفاع وأيضا الجهد الاستخباراتي التابع للحشد الشعبي وأيضا التابع للقوات العراقية وأيضا بالتعاون مع التحالف الدولي تتم يعني مداهمة وتبجيل هذه الأوكار والخلايا النائمة بين الحين والآخر، لكن هذه الخلايا تنشب خلال مدة زمنية قصيرة، وباعتبار أن بعض المناطق الصحراوية الموجودة في العراق محتوية على مضافات لتنظيم داعش وأيضا يعني الأوكار لا زالت البعض منها يعيد تنظيم داعش بناءها من جديد لغرض السيطرة على هذه المناطق في شمال العراق. في نقطة أخيرة أستاذ سيف الدين، هل هناك خشية من عودة للتنظيم أم ما يجري أنها هذه هجمات منفردة؟ يعني خشية من عودة التنظيم، لا يوجد هنالك خشية لإعادة تنظيم داعش من جديد إلى العراق، باعتبار أن الجيش العراقي والحشد الشعبي والقوات العراقية هي متابعة للمناطق التي كان مسيطر عليها تنظيم داعش وقد عادت الحياة فيها من جديد إلى هذه المناطق، لكن هذه العمليات هي عمليات صغيرة لتنظيم داعش، وكما ذكرت لك قبل قليل هي خلايا نائمة تنشط بين الحين والآخر تنفذ عمليات وتحاول أن يعني أن تستفز القوات الأمنية والحشد الشعبي الموجودة لغرض إعادة نشاط تنظيم داعش في هذه المناطق. شكرا جزيلا الصحفي والمراسل الميداني سيف الدين الإبراهيم على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العراق.